احنا طبعا الموضوع بحكم انه طبيعه الامن السيبراني موضوع جديد وما هواش وارد على الاذن، حتى يمكن الكلمه السيبراني دي ترجمه حرفيه لما يسمى بالسايبر سبيس او الفضاء السيبراني او كل ما هو كونكتد بشبكه المعلومات. فالكلمه نفسها ترجمتها صعبه والناس مش فاهماها، ولكن انا بقول لحضرتك مفيش تحول رقمي ومفيش صناعه مستقبل من غير امن معلومات. طبعا. وطبعا شرفت ان انا يمكن في مجال عملي من ساعه رجوعي من المملكه المتحده الى مصر ان انا اتحطيت في ظروف فضل من عند ربنا سبحانه وتعالى، وزاره الاتصالات ابتديت فيها العمل مع انضمامي الاخير لمؤسسه البنك المركزي، وده حق والله انا بنسبه لاصحابه. احنا في البنك المركزي حلمنا بحاجه معينه نعملها ونشوف كوادر ونبني قطاعات وندرب ناس بمفهوم مختلف، كانت نتيجته بعد 4 سنين النهارده ان احنا بنقول زي ما حضرتك قلت، مش احنا ما بنعلن يعني، والكلام ده هينزل في الجرايد يمكن بكره، انضممنا لاكبر مؤسسه عالميه اسمها الفيرست او اللي هي الفورم اوف انسيدنت ريسبونس تيم، كاول مركز امن معلومات قطاعي. قطاعي يعني ايه؟ يعني مسؤول عن قطاع الامن السيبراني في القطاع المالي كله. احنا مسؤولين عن تامين البنوك وشركات نظم الدفع المرخص ليها من البنك المركزي. المركز ده لما ينضم، انضم لمجموعه الفيرست بعد اختبارات، يعني مش قادر اقول لحضرتك بقالهم 4 سنين بننشئ في المركز وبناخد اعتماد، ثم حوالي 3 اشهر مراجعه مباشره سواء فيزيكال او تقييم للاستاف اللي بيشتغل وتقييم لشهاداتهم وتقييم للمعامل المنشاه التابعه للبنك المركزي علشان ننضم لهذه المنظمه. هل الانضمام ده شرف يا استاذ يوسف؟ لا، انا بقول من عند حضرتك اهو، الانضمام ده فايدته ان انت بتشارك مع دول العالم حوالي 600 مؤسسه في العالم كل اخبار امن المعلومات والحوادث اللي بتحصل على المؤسسات قبل اي دوله تانية. نتيجه انضمامك النهارده بعد 3 ايام من الانضمام انا بيجيلي في اليوم حوالي 50 رساله عن كل احداث الامن السيبراني اللي بتحصل في العالم.